يمكن الطفل الوحيد بيحصل على ميزات كثيرة من الاهتمام والرعاية والحب من قبل الأب والأم، لكن كمان في إلى آثار سلبية تربية الطفل الوحيد، ويمكن في أسباب مختلفة كانت سابقا. اليوم يمكن أغلب العوائل بسبب الوضع الاقتصادي المعيشي الصعب صارت يعني تقرر تنجب طفل واحد اليوم، لأنه يعني ما فينا نربط إلا ما نربط مع الوضع المعيشي اللي عم نعيشه. صحيح نورو، لما بنحكي عن تربية طفل وحيد في كتير أسئلة بتتبادر لذهن الأم، كيف أنا بقدر أني أنشئ تربية جيدة لهذا الطفل وأبعده عن الثلاثية المعروفة جدا للطفل الوحيد اللي هي الأنانية، اللي هي الوحدة، الشعور بالوحدة، وأيضا الشعور بحب التملك لكل شيء باعتباره الطفل الوحيد في العائلة. فكتير بتفكر وبتسأل أسئلة شو لازم أقدم له وشو لازم أمنع عنه والطريقة بشكل عام. طبعا كل هاي الأسئلة رح جاوبنا عليها ضيفتنا الاختصاصية ريم سعد، وهي طبعا اختصاصية بالتربية الخاصة للطفل. يسعد صباحك ريم، وأهلا وسهلا. صباح الورد، أهلا وسهلا، يسعد أوقاتكم. يسعد صباحك. يمكن عم نحكي عن موضوع جدا مهم بهم كل الأهالي. قديش اليوم في صعوبة بتربية الطفل الوحيد؟ يعني بتلاقي سابقا كانوا يجيبوا 3-4 أولاد تلاقيهم يكبروا كذا مع بعض سوا، ما في هي الصعوبات، والعصر أساسا اختلف. يعني احتياجات والتطور التكنولوجي اختلف. شو الإجراءات التربوية اللي لازم يمكن الأهل ينتبهوا مع الطفل الوحيد من البداية، لأنه في قصص ممكن يفوتوا فيها وآثار سلبية على شخصيته؟ تماما. هلأ غالبا يعني الأسر ما بتحس أنه نحن تصرفنا بشيء، طبعا المحبة اكيد يعني بتكون كثير، اول ولد بيكون لانه وحفيد جديد بالعيلة وممكن ما يكون في غيره، فكتير في اهتمام وكتير في رعاية لدرجة انه الطفل بصير اعتمادي، لانه ما عاد يقدر يفكر انه انا ما بقدر لحالي اعمل هاي القصص، ما بقدر لحالي روح، ما بقدر لحالي اجيب او اعمل اي نشاط، لانه انا اذا ما كان حدا كبير معي فما حاعرف. فنحن هون عملنا مو بس انه صار في انانيه او صار في تسلط او في مشاكل مع الاهل، لا، نحن عم نضعف شخصيه الولد، وهذا بند كثير مهم واساسي، انه هذا الطفل رح يكبر وهو دائما عنده حذر وعنده بسأل ماما، بسأل بابا، حتى بجوز هو وشاب، انه انا ما فيني دغري اتصرف واخذ قرار لحالي بمكان عملي او بمحيط اجتماعي، لانه انا متعود انه دائما في حدا وراي هو اللي بيقول لي انا كيف اتصرف وشو اعمل. فهي الحقيقه هي اكثر شيء بيوقعوا فيه الاهل، بس طبعا اثاره بتبين لبعدين مو بهذا الوقت الحالي. صحيح. طيب ريم، دائما الناس بتسأل ضروري الطفل الوحيد يحس بكل هاي المشاعر، وهل هذا الشيء مبرر؟ يعني نحن دائما بنلوم الأهل على أنه أنتوا السبب، طريقة تربيتكم لهذا الطفل هي اللي أدت لشعوره بالوحدة أو شعوره بالأنانية أو عدم اندماجه بشكل صحيح مع البيئة اللي بينحط فيها، سواء كان مع رفقاته أو بالمدرسة. فهل دائما لازم يعاني الطفل الوحيد، أو إذا كان في أسلوب معين بالتربية ممكن نتفادى هالشيء؟ تماما. طبعا أسلوب التربية بيختلف، أكيد هذا شيء طبيعي. الطفل الوحيد كونه كل اهتمامنا وتركيزنا عليه ومحبتنا، وبتكون العاطفة جياشة كونه كمان الطفل الأول، فكتير بتكون العاطفة جياشة، ما بيقدروا يتصرفوا بهي العاطفة. يعني انه انك تكبحيها بعمر معين او انك تخففيها حيكون شوي صعب على الامهات، هذا الشيء ما فينا ننكر. بس نحن عندنا تفصيله صغيره بتبلش الام تحس وقت الطفل يكون مع مجموعه من الاقران، مجموعه مع الاطفال، انه هو ما بيقبل يعطيهم او يتشارك معهم بلعبه حتى لو ما ناله، فهو لا بده يستحوذها لنفسه. حتحسوا انه ممكن ما كثير مرغوب من مجموعه الاطفال اللي حواليه، لانه بضايقنا، ما بده يلعب معنا، بده ياخذ كل شيء لإله. هون مفروض توعى نحن، لا غالبا بصير انه لا بتدافع زياده، بتعطيه الشيء، لا معلش عطوه هذا صغير، لا معلش عطوه هلا بيبكي. فنحن بنعزز عنده هذا الضعف، انه انت انه انا ما فيني دافع عن حالي، لازم حدا دائما يجي يجيب لي حقي. ثاني شيء طبيعي بالحياه انه يكون كل شيء هو لإلي، هو ممتلكاتي. مع الوقت بصير حتى بابا وماما هن ممتلكاتي. يعني بنلاقي ماما ممنوع تقعد تحكي على التليفون، لازم كل شوي روح ليه ملهية عني. بابا نفس الشيء ممنوع. هون ببلش بين العبء عند الأهل. إذا أنا بدي أتجنبه وبدي أكون وعيانتله، يعني من وقت ما بيكون طفل صغير، أنا جبت ولد
اوكي ماني ادراني اني انا غير اجيب هذا الولد لسبب معين، فخليه يطلع متوازن. هذا ابسط شيء. انا كيف خلي ابني يطلع متوازن؟ هذا اللي بدي اقرا عنه. تمام، بدي اقرا وبدي اتثقف. هذا بدي اسالك عنه. يعني خلينا نحكي من البدايه، وبنعرف السنوات الاولى للطفل قديش مهمه في تكوين شخصيته وفي تربيته. من البداية أول 3-4 سنوات للطفل الوحيد، الأخطاء الشائعة يمكن خلينا نسلط الضوء عليها لحتى ما يوقعوا فيها الأهالي، وشو الخطوات الصحيحة السليمة مثل ما قلتي لا يكون عندي طفل متوازن نفسيا، لأنه بظل الظروف اللي كلياتها اللي عم نعيشها مادية اقتصادية والحرب، حتى الكبار اللي هم بدهم يربوا ما بتلاقيهم أساسا سويين. يعني هذا بينعكس على تربية الطفل بشكل عام. أهم نقطة إذا بدنا نبلشها من هو الطفل لسه رضيع، هو الفصل. الفصل بينه وبين أهله، من حيث أهم شيء النوم. فدائما هذا الطفل 4 و5 سنين هو متواجد مع أمه وأبوه بنفس الغرفة، فهو نفسيا ما انفطم عن هاي العلاقة. تمام، فبتلاقي صعوبة بس تحطه بمكان تعليمي أو بروضة، صعوبة وقت تحطه عند أحد الأقارب. أساسي نفسيا للصحة النفسية عند الأطفال هذا الفصل. تاني شيء دائما أنه هو وصغير الولد منساعد، بس بلش يطلع 3 سنين هو هذا العمر اللي بشكل فيه الأنا. تمام، أو الذات عنده، هي الذات اللي بتبلش أنه الملكية وكل شيء لإلي وهي التفاصيل. ببساطة اللي إلك هو إلك، حبيت تشارك فيه شارك، ما بدك تشارك فيه قول انا ما بدي شارك. بس في 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 شيء معين انه انت ما فيك كمان تاخذ الممتلك اللي مع رفيقك ويكون لك. انت عندك حدودك. انا هون بكون علمت الطفل انه ما في شيء مع الايام انه اي حدا بيقدر ياخذ منك اي شيء. يعني ما لنا مثل العيال انه فاجوا لعندي ضيوف حبوا اللعبه تبع ابني، فانه لا ما بترجع تاخذوها معكم انتم رايحين. لا، انا هيك الولد شوي شوي حيتعلم انه ممكن اي حدا ياخذ اي شيء انا بمدلكه، هذا الطبيعي. وهذا الشيء طبعا ما منيح لقدام بالعمل وبكل هاي التفاصيل، ما عاد بشوف اي شيء حقه. لا، هذا مباح ممكن اي حدا ياخده، وبنفس الوقت مو كل شيء قدامي هو الي. فهون شوي يعني هون بقى في عدم التوازن. انا ببساطه اللي الك الك، واللي لازم يتشارك بنشاركه، واللي ما لازم يتشارك احنا ما بنقرب عليه. يعني في خطوط عريضه بالبيت، انا مع ابني بقعد انا وياه والطفل بيفهم، حتى لو عمره 2 أو 1.5 سنة بيفهم بالحديث. اذا ما فهم فهو خزن بعدين برياحه، انا بس اقول له هي لانه هيك فهو حيفهم مني بطريقه صحيحه. وفي شغله ثانيه كمان انه نحن بدنا نربي تربيه حديثه، وبدي ناقش دائما، لازم اقنعه بنقاش، بوصل لمرحله بتعبك الولد جدلي. انا ما عم بقدر اطلع معه بصيغه للتواصل او بصيغه ليعمل شيء انا بدي اياه، لانه انا اهله، انا امه وانا ابوه، ومفروض انه يصير هذا الشيء. طبعا بيكون الشيء مثلا بتعلق بمستقبل، بدراسه، بخطوط معينه، بالتربيه تبعيته، فما عاد اقدر جادله. فبدي هون اوصل بقى بعراك انه مين بيفرض رايه اكثر على الثاني، وغالبا الطفل هو اللي بيفرض رايه، فبصير عنده السلطه مهزوزه. بلاقي عنده خوف اجتماعي زايد، انه انا اذا بابا وماما اللي هن السلطه يعني انا بقدر مشيهم، فانا برا شو اعمل؟ فبلاقي بتقول لك والله بالبيت ما بيخلينا، كلمته بتمشي بس برا ضعيف جدا. هي بدنا نوعى لها كمان، انه لازم يكون في توازن. انا حاعمل هيك لانه انا الكبير، انا ماما الكبيره اللي بعرف اكثر، انا بابا الكبير اللي بعرف اكثر، مو لانه انا متسلط. طيب استاذ ريم، في نقطة حكيتي عنها اللي هي الطفل اللي بيحاول دائما يلفت النظر، هي مو بس بنلاقيها عند الطفل الوحيد، عند أي طفل صغير حتى لو هو الطفل الثاني بالبيت أو الثالث، دائما بعمر معين بخصوصا السنوات الأولى بيحاول إذا قاعدينه الأهل بأي جلسة أو بأي مكان أو حتى عم يحكوا على التليفون، ممنوع، لازم ما يعملوا شيء غير إنه يردوا عليه له. في كتير أهالي بيعتمدوا أسلوب التطنيش انه ما بيردوا عليه، هل هذا صح او لا؟ انا لازم اتناقش معه مثل ما قلتي واقول له لا، هذا الوقت لي، رجاء تسمع او عود بمكان ثاني، شو الطريقه؟ تمام. كونه هلا حسب بقى، هون نحن حنشوف عمر الطفل. اذا ابني مامن والعابه قدامه واموره بخير فما في مشكله. تطنيش شو يعني تطنيش؟ تطنيش انه انا معك وسامعتك، انا عارفانه انه انت بدك يعني، بس انا هلا عم بحكي ماني فاضيه، اي انا شوي يا بعمله مثلا بايدي هيك او ما رد،
بس خلص مكالمتي اذا كان عمره بسمح، فانه انا هذا الوقت بس كون عم بحكي على التليفون ممنوع تقاطعني لانه ما في شيء ضروري، انت قدامي خليك قدامي اذا خايف، وانا بدي كفي العمل اللي عم بقوم فيه. يعني خلينا نعمم، حتى ممكن تعمل كثير اشياء، ممكن تطبخ، ممكن تغسل، ممكن تعمل اي شيء، كتر الالحاح وكتر انه لا العبي لا خليكي بس دي العب بس عدي قدامي. هم ما بتحكي على التليفون، انا ما بقدر ضل قاعده قدامك، في شيء لازم انا كمان انجزه افرضه كمان. تمام، فاني انا طنش بس الامور عنده بخير اكيد ما في مشكله، لانه مع الوقت حيعرف انه خلص ماما ما حترد لانه هي عم تحكي. رح استنى، انا بعلمه الدور، بعلمه يستنى، وهذا شيء ايجابي بالنسبه له. طيب نحكي عن نقطه كثير مهمه وذكرتيها خلال حديثك، هي فصل، عمليه فصل الطفل خصوصا في سنواته الاولى، لما نقول بده يروح على الروضه كمان بتلاقي في مشاكل، وهذا يمكن كمان بتشوفوه بشكل مباشر. تمام. مع الاهالي كيف بدها يعني تعتمد الام بعض الخطوات السليمه لتتم عمليه الفصل دون فينا نقول متاعب نفسيه للطفل؟ نحن عندنا عملية فصلين، فصل الأم عن الطفل، فصل الطفل عن الأم. يعني حتى الأم بيكون التعلق تبعها شديد، وبتكون جاي وبالمشكلة كيف بدي أفصله، عم بيعذب وقت وقت نبلش، وتحس إنه هذا الطفل بلش ينطلق بالمكان اللي هو فيه ويتعلق بالأشخاص الموجودين، فبصير عنده ردة فعل عكسية، بتحسيها إنه هي صار عندها نوع من الحزن، انه معقول ما سال عني كل اليوم، معقول ما قال بدي ماما. فبتصير بتعامل خلينا نقول يعني بقسوه شوي او بعدوانيه شوي الشخص المسؤول عن هذا الطفل، لانه بتحس انه هو اخذ يعني اخذته منا، انه كيف هيك تعود على انا امه. فهون نحن كمان بنلاقي مشكله، يعني مع الطفل سهل نوعا ما اذا الاهل متعاونين كثير الموضوع بيكون اريح واسهل وإيجابي كتير للطفل، لأنه بينمو بطريقة كتير طبيعية. لازم يصير هذا الفطام النفسي أنا عن أهلي، بس كمان عنا فطام الأهل عن هذا الطفل، وأنه هذا الطفل ملك الحياة، مو ملك بس شخصين بالعالم، ملك الحياة، وبده يتربع هذا الأساس. صحيح. طيب أستاذة ريم، كمان يمكن في كتير من الأطفال حالياً عم بنشوفهم مهما كان عندهم يعني موفرين لهم الأهل وسائل تسلية مثل ألعاب موجودة بالبيت، أحياناً نشاطات بيعملون معه، إلا مع هيك أنه كمان لأنه هو طفل وحيد بحس بالفراغ، بحس بالوحدة، مشكلة الوحدة حصراً لازم يتم ملأ بطفل آخر، أو نحن فينا نعوده على يعني شعور الوحدة هذا يروح من خلال اندماج بالمجتمع، كان أولاد جيرانه يعودوا شوي عن شعور أنه هو وحيد أو ما عنده أخ أو رفقاته بالمدرسة؟ تماماً، لازم يكون في أقران. يعني بيقدموا كتير بابا وماما، بس أنا كمان ما بدي إياهم يصيروا هن الرفقات، مو صح، لأنه الحياة أدوار، أنا حضل بابا وحضل ماما حتى لو إحنا لعبنا وقرينا قصة وكل هاي التفاصيل، بس الحياة أدوار، في رفقات من عمرك مسموح ينعمل معهم واحد اثنين ثلاثة، ونحن مهمتنا هيك قدر الإمكان مجموعة أطفال إن كان قرابة أو أنا فيني حطه بمكان يتسلى فيه، مثل ما حكيتي حضرتك حطه بروضة أو ديكر أطفال، يعني بمكان يعتني بالأطفال ولو ساعتين بالنهار ثلاث ساعات، بيشبع من هاي من هذا الشيء الاجتماعي المفروض هو يعيشه، بيرجع مرتاح ومبسوط. فلا كتير حلو من الأمهات إنه إيه أنا يكون في إله هذا الطفل أقران بيتسلى معه. بالختام خلينا نحكي عن بعض النصائح لكل الأمهات والأهالي اللي عم يتابعونا بخصوص تربية الطفل الوحيد. إنه دائما يعني نحط ببالنا إنه طفلنا نحن الحيز الضيق اللي حنعمله في بهذا الضفق العاطفي والرعاية هو قصير. هو حيروح على الروضة، حيروح على مدرسة، وحينطلق للحياة. فما بدي حمله أعباء من طفولته بسبب أنا محبتي الزايدة له يعيش فيها كل حياته. بس خلينا ننتبه على هاي النقطة، إنه هذا حيكبر وحيكون للحياة كلياتها، فما بدي طلعه بمشاكل أو عقد معينة تعيق هاي الحياة تبعه. أكيد. كمان في ملاحظة هيك صغيرة وهي صرت تشوفها كتير هلأ بهالأيام، ما بعرف هو أسلوب من أساليب التربية الحديثة أو شو الفكرة، أنه نحن الأطفال ينادوا الأهل بأسمائهم، ما عاد نسمع كلمة بابا وماما، يعني بينادوه كأنه هو رفيق أو أخ أو من عمرهم، يعني بينادوه بالاسم. تماماً، لأنه هو متعود أنه هن ثلاثة، فهن ثلاثة إخوات أو رفقات، بس إن عادة بيعيشوا دور الإخوة الثلاثة، الأب والأم والطفل، فمشان هيك ما بيقدر ينادي لهم لأنه ما بيعرفها، ما له متعود عليها. هن كتير بيسايروه، هن كتير لطيفين، هن مثله. حتى القرارات بياخدوها هن الثلاثة، ممكن قراره هو يضغى على هدول الشخصين،
فما في سلطة، ما في بابا ماما بالسلطة المفهومة اللي نحن بنعرفها للأب والأم. إذا كان في طفل تاني يعني أوتوماتيكياً حتبلش الولد يقول بابا ماما، لأنه خلص الأدوار توضحت شوي. إذا لا ونحن حابين طفلنا ينادي لنا بهي الأسماء، حننادي لبعضنا بابا وماما. يعني إيه، الأب ينادي ماما والأم بتنادي بابا، فالطفل لحاله حيصير يتعود على هذا النمط. بالختام أكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا، شكراً كثير. أهلا وسهلا فيكم، شكراً لكم.